أعزائي الباحثين والباحثات من جميع أنحاء العالم، مرة ثانية بحييكم وبقول لكم إنه اليوم الحلقة راح تكون مخصصة لمثال تطبيقي على موضوع بحثي في مجال موضوع تحليل المحتوى. هلا إحنا بتتذكروا إحنا حكينا قلنا إنه بتحليل المحتوى أنا بجمع المعلومات، بسجل البيانات، بسجل التكرارات، المعدل، الأشياء اللي أنا بدي أحصرها لأي ظاهرة من الظواهر، لأي برنامج من البرامج. هلأ هون هاي الدراسة اللي أنا اخترت لكم إياها اليوم هي دراسة أجراها غريبنر وزملائه. غريبنر وزملائه كانت الفكرة اللي حاطينها في بالهم، بس كمان لاحظوا هلأ وأنا عم بحكي مش إحنا قلنا إنه الباحثين في تحليل المحتوى بينظموا المعلومات. شوفوا كيف هون بينظموا المعلومات هدول الباحثين. اختاروا موضوع اللي هو إنه هي بدهم يدرسوا العنف، وجود العنف، بدهم يدرسوا ظاهرة العنف في البرامج التلفزيونية الدرامية اللي يعني على مختلف أنواعها، حتى فيها كمان برامج الأطفال بحقبة اللي هي حقبة الستينات والسبعينات. هلأ لاحظوا حجم الفترة الزمنية طويل جدا، حجم المعلومات اللي بدهم ياخذوها كتير كبير، والبرامج التلفزيونية اللي صارت لهذاك الوقت كتير كبيرة. هلأ أنا كباحث أو كباحثة بدي أجري تحليل محتوى على هذا الموضوع، بدي أختار هاي الحقب الزمنية هالقد الطويلة، لازم أرجع أنظم إيش الإشي وأحدد بالضبط وأخصص إيش الإشي اللي أنا بدي أبحثه أو أسجله وأطلع بالآخر، عشان بالآخر بدي أطلع لمقارنات. هلأ شوفوا الطريقة اللي عملوها هدول الباحثين حتى أنهم يحصروا عدد المشاهد العنف أو عدد المشاهد العنف في هاي السنوات خلال هاي البرامج. شو عملوا؟ إجوا قالوا أنه إحنا بدنا نحلل حجم العنف في البرامج التلفزيونية، هاي اتفقنا عليها. هلأ اختاروا، طلعوا كيف الفترات الزمنية اللي اختاروها. من كل أسبوع راح يسجلوا الحلقات أو راح يسجلوا معلومات عن البرامج التلفزيونية اللي تيجي كل أسبوع خلال أشهر الخريف من كل عام. يعني ما اختاروا خلال أشهر الصيف أو يعني طول العام، لا، اختاروا بس أشهر الخريف ومن كل عام، من كل أسبوع لكل عام. وبعدين يعني الهدف تبعهم إنهم هم بدهم يجروا مقارنة من سنة لسنة خلال فترة السبعينات وخلال فترة الستينات زي ما إحنا حكينا. فهم حصروا ضيقوا الموضوع البحث تبعهم وبالفترات الزمنية. هلأ إذا في أسبوع واحد في أشهر الخريف من كل عام، حتى أني أنا أجري مقارنة من سنة إلى سنة، بدهم يسجلوا مشاهد العنف. هلأ إحنا عندنا في تحليل المحتوى في عندنا إشي اسمه المرمزين. المرمزين إنه أنا كباحث في عندي حطيت الخطوات العريضة للبحث تبعي، وإنه أنا بدي أبلش سجل البيانات. تخيلوا قديش بدك انت حتى الدكتور عم تتفرج على كل البرامج وتسجل، فانت بدك تدرب اشخاص، هدول الاشخاص هم مرمزين، بدربهم على مفردات البحث وعلى ايش الاشياء اللي بدهم يسجلوها، يقعدوا يتفرجوا وبنفس الوقت يسجلوا لي التكرارات حدوث مشاهد العنف بحسب كمان فئات انا حاطت لهم اياها. هلا لاحظوا هون الباحثين ايش عملوا. الباحثين هم دربوا المرمزين على انهم يلاحظوا الخصائص المتعلقه بالبرنامج وخصائص متعلقه بخصائص شخصيه. يعني شوفوا كيف قسموا البحث تبعهم، اجوا قالوا انه بالنسبه لما يتعلق للبرنامج بدنا نسجل قديش معدلات الانتشار. انتشار يعني انتشار قصدهم فيها انه قديش نسبه البرامج اللي بتحتوي على عنف. اذا اخذوا هون عندنا نسبه بدهم يشوفوا اول عامل من العوامل اللي هو النية، بدهم يشوفوا الانتشار والمعدل وبدهم يشوفوا الدور. اخذوا ثلاث عناصر هدول درسوهم. هلا بالنسبه للانتشار اخذهم في نسبه البرامج بتحتوي على عنف، بدهم يشوفوا البريفلنس قديش نسبة البرامج اللي بتحتوي على عنف وبيسجلوا هدول المرمزين. بعدين المعدل بدهم يشوفوا حالات العنف اللي كانت تظهر، شو طبيعتها هاي حالات العنف، معدل ظهور حالات العنف هاي قديش طبيعتها، كمان بده يتسجل. اذا خصائص متعلقة بالبرنامج، خصائص متعلقة خصائص الشخصية للناس اللي عم تمارس العنف او الناس الضحية. فكمان كانوا بقلب البرنامج على البرنامج هم عمالهم بيشاهدوا، كانوا يسجلوا الأفراد اللي كانوا يمارس عليهم العنف، هل هم الأفراد اللي كانوا يمارسوا العنف والأفراد اللي كانوا يوقع عليهم العنف، يعني الشخص العنيف والضحية. وكانوا يسجلوا العلامات، يعني قسموا علامات التسجيل ما بين البرامج والخصائص الشخصية.
وبالآخر عملوا مقارنة اللي هي عنا إياها من سنة لسنة بالنتائج اللي هي عنا إياها توصلوا لها. هلأ في الشكل اللي أنا حاطت لكم إياه قدامكم اللي هو عنا إياه الشكل هذا، هذا الشكل بيظهر لكم الأشكال والخطوط اللي بتصف العنف. لاحظوا الأشكال والخطوط اللي بتصف العنف، الأنماط المختلفة للبرامج التلفزيونية اللي قاموا الباحثين بملاحظتها ما بين الأعوام اللي هي إياها 67 و77، مش إحنا قلنا كانوا يختاروا من كل عام. هلأ هذا النموذج اللي أنتم شايفينه قدامكم أو الشارت اللي شايفينه قدامكم هذا بما يتعلق بسنة واحدة اللي هي إياها من 67 لـ77. هذا الشارت طلعوا اللي لاحظوا بيظهر لنا إنه العنف كانت نسبته مرتفعة لدى برامج الأطفال. لاحظوا وشاهدوا بأنه نسبة البرامج العنف كانت مرتفعة بخلال هاي السنة لبرامج الأطفال مقابل البرامج التلفزيونية الأخرى، لأن هم في دراستهم هدول الأشخاص أو هدول الباحثين اتناولوا العديد من البرامج التلفزيونية التي تبث خلال أشهر الخريف من كل عام، ومنها ظهر عندهم انه برامج الاطفال هي اكثر شيء ظهر فيها مشاهد العنف للاسف الشديد. يعني لاحظوا قديش هذا الحكي خطير جدا، انه من البرامج كلياتها برامج الاطفال اللي احنا هدول الاطفال اكثر ناس اللي احنا مش لازم انه يعني انهم يتعرضوا لبرامج العنف. طبعا انا هلا هون بالبوكس اللي رح يظهر قدامكم رح احط لكم رابط الـ 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 الفيلم اللي احنا عملناه، رابط التسجيل اللي احنا عملناه عن موضوع العنف في برامج الاطفال. فلاحظوا من فترة الستينات بهذا العام اللي هو اياه من 67 لـ77 وجدوا بانه اكثر انواع البرامج اللي فيها مشاهد العنف كانت عالية جدا هي البرامج اللي بتبث او المخصصة للاطفال الصغار. ولاحظوا كمان بانه في نوع من التغيير القليل خلال فترة العشر سنوات. هدول الباحثين اختاروا خصائص مفردات لبحثهم واختاروا انهم هم يحللوها، دربوا اشخاص اسمهم اشخاص مرمزين لدراسة الظاهرة اللي هم بدهم يحللوها. هم كانوا قلقين على حجم العنف اللي موجود عندنا في البرامج التلفزيونية. هلأ عادة الأشخاص اللي بيوظفوا أسلوب تحليل المحتوى هدول الأشخاص بيهتموا كتير بظواهر معينة. هلأ كونوا استفدتوا من هاي الحلقة ومن المثال التطبيقي اللي عملوه جرابينار وزملائه على تحليل مشاهد العنف في البرامج التلفزيونية خلال فترات السبعينات والستينات، وشفتوا التكنيك كيف. يعني أنا جبت لكم إياها علشان بس تشوفوا إنه كيف الباحث في تحليل المحتوى بيحاول ما أمكن إنه ينظم يخصص يحدد المعلومات اللي بده يجري عليها التحليل. عادة الطلاب دائما لما بتواصلوا معي بيقولوا لي دكتورة إحنا مش عارفين كيف بدنا على إيش وحدات التحليل تبعتنا، هل وحدة التحليل تبعتي فقرة ولا نص ولا كلمة ولا مشهد ولا برامج كاملة ولا برنامجين. يعني ممكن حتى كمان الباحث يختار برنامجين، هدول البرنامجين يبثوا لقناتين فضائيتين عم بتناولوا شخصية سياسية بموضوع معين، وكيف بحسب توجهات هاي القنوات رح نلاقي انه نفس الخبر اذا احنا قمنا بتحليله كيف عماله بيحكوا عنه هاي القناة وكيف عمالها بتحكي عنه هاي القناة. كمان في امثله ثانيه، في امثله تربويه، في امثله بالاداره. هلا ممكن كمان الباحث في موضوع تحليل المحتوى بحسب الموضوع اللي بده يختاره تكون يعني متنوعه فقرات التحليل، يعني مش بالضروره فقرات التحليل اللي بتنطبق بهذا المثال تنطبق على مثال ثاني او مثال ثالث. فما امكن انا بدي اقعد افكر اشوف احدد ايش اهداف بحثي، احط ايش اسئله البحث تبعي وامشي واشتغل بموضوع اللي عندي اياه موضوع تحليل المحتوى. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واكيد رح نلتقي كمان بمثال ثاني بما يتعلق بموضوع اللي عندي اياه موضوع تحليل المحتوى. يعطيكم العافيه.